طيب خلونا نروح دلوقتي لأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، لأن النهاردة حدائق القاهرة هتحتفل باليوم العالمي لليوجا داخل حديقة الحرية. كمان في أخبار تانية هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتقوم مصر بتسليم رئاسة الجمعية العمومية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد إلى دولة غانا الشقيقة. يأتي ذلك في إطار تطلع مصر لدور أكبر للمؤسسات المالية الإفريقية لبناء واقع جديد لقارة إفريقيا في الاقتصاد العالمي، خاصة أن التداعيات السلبية للأزمات الدولية الراهنة أثرت بشدة على الحيز المالي للعديد من البلدان النامية. النهاردة هتحتفل الحدائق المتخصصة بالقاهرة بيوم اليوجا العالمي، وده بحديقة الحرية بالزمالك على ضفاف نهر النيل، وده بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لليوجا، وتبدأ فعاليات الاحتفال من الثامنة صباحاً. النهاردة هيبدأ فصل الصيف وطوله 93 يوم و13 ساعة و52 دقيقة، ووفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإنه طبقاً للحسابات الفلكية اللي بيقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023 يحدث عند الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء 21 يونيو.